فحتى الجواز لما كانت تجيني الكتب من الامانه <applause> الجواز الخاص الجواز <applause> الخاص كنت اتصل عليه اقول ابو براك يعني كتاب من الامانه باصدار جوازك الخاص كان يقول لي رد عليهم لا ارغب يعني ما توفى رحمه الله عليه وهو جوازه الجواز العادي العادي الازرق ما اخذ جواز خاص ابدا